بالإضافة إلى احتواء القرنفل على العديد من العناصر الغذائية من فيتامينات وأملاح معدنية، فإنه غني أيضا بمضادات أكسدة أهمها الأوجينول المعزز لصحة الكبد، كما ورد في عدة أبحاث علمية. فوفق إحداها نشرت سنة 2014 بمجلة الوقاية من السرطان، فإن الأوجينول المتواجد بالقرنفل يساعد على عكس علامات تشمع الكبد أو تندبه. وفي دراسة مماثلة نشرت في نفس السنة، لكن هذه المرة بمجلة الأغذية الطبية، فإن خليطا مكونا من كبد دهنية وزيت قرنفل أو الأوجينول حسن من وظائف كبد مجموعة من الجرذان.